السلام عليكم، اهلا بيكم معايا على قناة وصفات ومنوعات مع فاتن. استنوني في فيديو جديد وطريقة عمل السمك المشوي البوري في البيت بطريقة سهلة وسريعة وتتبيلة حلوة مميزة زي تتبيلة المحلات، ومش هنشتريه تاني من المحلات خلاص، بنفس الطعم الاصلي الحلو. هيعجبكم قوي، لازم تجربوه. ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تدعموني باللايك والشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس للكل عشان يوصلكم كل جديد. ولا أحلى ولا أطعم من كده. بعد كده هنعمل كل السمك المشوي في البيت. تابعوني وما تنسوش اللايك والشير. باي باي.